قال العلماء ان الغسل من غسل الميت سنة وليس بواجب، فهل الوضوء يجب على من غسل الميت ام سنة كالغسل؟ الغسل سنة، غسل الميت سنة لا يغتسل، والوضوء اوجبه قوم فليس عليه حجة واجبة، لكن يتوضا ويغسل حسب فرض من الخلاف، وان توضا مع الغسل فهو اكمل، لكن لا يجب الغسل وانما يستحق. اما الوضوء فقول فيه قول اكثر، جاء عن بعض الصحابة اجابه اذا توضا يعطي مع الغسل هو احسن واولى. لكن هذا إذا لمس العورة، أما كان مس عورة يده وصارت عورة سلبية وجب عليه الوضوء بكل حال، لمس العورة يكون الوضوء. فلا والسنة الأول لا يمس العورة، لا يجوز أن يجعل بينه وبين العورة شيء فرقة تأتيه بها وينظف بها، لكن لو قدر أن يده أخطأت أصابت العورة وجب عليه الوضوء. أما إذا كان ما أصاب العورة فالأولى له أن يتوضأ خروجا من الخلاف، وذلك طهارة من خير كثير إن شاء الله، والغسل سنة أيضا.